بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان ده يا شباب رقم 45 في الكتاب، اللي هو اصلا رقم 21 في الجنرال اكزامز. الامتحان ده موجود حضرتك في صفحه 126. ان شاء الله رب العالمين النهارده هنحل 45 46 47، وبكره نكمل اخر ثلاثه بامر الله. بعد بكره بالكتير حضرتك تكون خلصت الكتاب. زي ما قلنا الكتاب ده الامتحان ده في او هو في صفحه 126 تقريبا، زي ما قلت افتكر تاني. 126. تعال نبدا بسم الله. اول سؤال معانا، الراجل بيقول لك ذا نوت ستيتمنت ان يور سي في سمرايزز وات يو كان برينج تو ا جوب اور ا كومباني. انت عندك السي في ده اصلا عباره عن جزئين، الجزئيه اللي بتكتب فيها الاسم، نيم الاسم والعنوان ورقم التليفون كده الحاجات دي، وجزئيه تانية كده بنسميها بيرسونال ستيتمنت. ايه بيرسونال ستيتمنت دي؟ عباره عن باراجراف بتكتبه بتشرح فيه انت اسمك ايه وانت مين وهتعمل ايه في الشركه دي وهتطورها ازاي، فبنسميها بيرسونال ستيتمنت. بابليك دي يعني عام، وبرايفت يعني خاص، اوريجينال يعني عادي او طبيعي. يو ار نوت نورا، يو ار اولويز سكسسفول، انت دايما ناجحه يا نورا. فانت اميز يعني يدهش، ولا اميزد معناها مندهش، ولا اميزنج معناها مدهش. وطبيعه الحال انا بقولها انت مدهشه يا نورا، انت دايما بتحتل المركز الاول دايما بتنجحي، فانت اميزنج. اميزنجلي معناها بشكل مدهش. We followed the exact note for the experiment, but we got different results. احنا حصلنا على نتائج مختلفة برغم ان احنا اتبعنا الاكزاكت ايه بتاع التجربة. بروفايل اللي هو البروفايل الملف التعريفي، ومعناها كمان الوضع. لما نقول Egyptian profile او our profile فدي معناها الوضع اللي احنا عايشين فيه، فدي معناها وضع هتساوي كلمة position زي ما انت حضرتك عارف قبل كده، ومعناها برضو ملف تعريفي. طيب procedures اللي هي الاجراءات، products المنتجات، producers اللي هم المنتجين. فانت بتقول احنا اتبعنا نفس الاجراءات ولكن نتائج التجربه كل مره تطلع مختلفه. حضرتك كده احنا في رقم 3. رقم 4، ماي سكول مدرستي او ذا سكول هاز سيرفد ذا كوميونتي سينس نوت ان 1980. بقول لك المدرسه ديت بتخدم المجتمع منذ بنيت في عام 1980. عايزك بس بدايه كده تعرف ان كلمه سيرف يعني يخدم، وكلمه سيرف برضو معناها يقدم الطعام. تعال نشوف بقى. since its foundation يعني منذ تأسيسها. حلو قوي ده، الإجابة دي صحيحة تمام زي الفل. it founded ما ينفعش أقول لك since it founded، أصل هي ده معناها إن هي بنت. was founded على فكرة كان ممكن أقول since it was founded تنفع. it has been found ما ينفعش خالص حتى لو مكتوبة founded. ليه؟ لأن since عايزين بعدها ماضي بسيط، مش عايزين بعدها مضارع تام. طب ما أنت ما خدتش ماضي بسيط يا مستر، ما أنت عارف حضرتك إن since دي ممكن نستخدم بعدها مضارع تام، سوري بعدها ماضي بسيط. أدي since أهي يا عم، ممكن نجيب بعدها ماضي بسيط عادي جدا، ممكن نجيب بعدها اسم، ممكن نجيب كمان الفعل مضاف له ing لو ما فيش فاعل. فحضرتك في الجمله هنا قلت لي since its foundation يعني منذ بنائها او تاسيسها. في الحته دي عايزك تنتبه لفكره ان كلمه found اصلا يعني يبني او يؤسس، الماضي منها اسمه founded، والباست بارتيسيبل منها اسمه founded. طيب عندك كلمه find يعني يجد، الماضي من find اسمه found اللي معناها وجد. ارجع كده يا باشا للجملة اللي بعد كده رقم 5. الراجل بيقول لك فيها أسوان هاي دام، سد العالي بتاع أسوان، is one of the most famous not in Egypt، واحد من أبرز الإيه في مصر. طبعا احنا حلينا السؤال ده 40,000 مرة، لاند ماركس المعالم البارزة. طيب the not view of the lake was so impressive، المنظر الإيه بتاع البحيرة كان impressive مبهر. destruction اللي هو الدمار، بيكتشرسك يعني خلاب او رائع، خد بالك دي كانت في 2023 تقريبا. كونستراكشن يعني بناء، استراكتشر اللي هو بناء او تشييد. فحضرتك بتقول المنظر الخلاب، المنظر الرائع، البيكتشرسك. حضرتك عارف ان بيكتشرسك اصلا بتساوي كلمه بريث تيكينج، وخد بالك عشان القطعه بيجي فيها الكلام ده بريث تيكينج، وبتساوي كمان كلمه اتراكتيف اللي معناها جذاب، وعكسهم اجلي. ماي ماذر نوت مي تو باي سام بريد اون هير واي هوم، امي ايه عملت لي ايه نشتري بعض الخبز في طريقي للمنزل. asked me طلبت مني، insisted عايزك تعرف ان insist دي لها حوار ولازم تبقى حضرتك عارفه. عايزك تعرف ان insist هي واسك، هي واسك، وعندك demand كمان demand. الناس دول ومعاهم encourage وadvice، الجماعه دول لو جبنا بعدهم ذات يا فندم فبتجيب الفاعل، وبعدين الفعل في المصدر ايا كان الزمن وايا كان الفاعل. على سبيل المثال ممكن تقول لي مام امي insisted يعني صممت that I buy، او that he buy برضو، و that she buy برضو bread. طيب انتبه لان insist دي
ممكن نجيب بعدها اون والفعل مضاف له اي ان جي عادي انسيست اون، او نجيب ذات زي ما اتفقنا وبعدها جمله كامله فعلها مصدر واتفقنا على الموضوع ده. فبناء على ذلك احنا طلعنا انسيست بره، لان انسيستد كان ممكن نقول انسيستد اون باينج او ذات اي باي. طب انكويرد معناه انكويري يتساءل، مش هينفع اقول لك تساءلتني ان اشتري فارميها في الشارع. وندر تساءلت برضه، ما ينفعش بعد انكوير وندر نجيب مفعول. طيب الاجابه الصح كده اصبحت اسكد ومعنى الجمله طلبت مني ان اشتري. تكنولوجي هاز نوت اس اكسبيرينس ا ديفرنت وورلد، بقول لك ان التكنولوجيا ساعدتنا، ساعدتنا هاف وهاز بعدها باست بارتيسيبل، يبقى هاز هيلبت اس. وانت عارف ان هيلب بنجيب بعدها مفعول والفعل في المصدر او تو المصدر، وانتبه للحاجات دي عشان بتيجي في الامتحان. نوت اني اوف هيز بوكس بيفور هي read this one. اعتقد ان عمر مثلا، عمر ده مثلا any of his books before. انا عندي يا مستر موضوع سهل وبسيط وبحل السؤال ده بالعقلانيه الرهيبه الرهيبه الرهيبه. عندي before يا باشا، قال لي بعدها he read، يعني كده ده زمان ماضي. اللي عرفك ما هي ممكن تبقى مضارع، ما هي لو مضارع يا بيبي كانت هتبقى he reads، معنى كده ان ده ماضي، فانا حضرتك عايز هنا ماضي، فاطلعي بره يا hasn't، اطلعي بره كمان يا doesn't. حلو، باقي معايا hadn't read وباقي معايا wasn't reading. انت بتقول عمر لم يقرا، لم يقرا اي كتب، يبقى hadn't read لانه ما قراش الاول، وبعدين الناحيه الثانيه قرا القصه اللي في ايده دي. I don't exercise not I need to go to the gym to more than once a month. بقول لك انا مش بتدرب بقدر كافي enough. الفكره دي انا عايزك تعرفها عشان تبقى انت فاهم كده انت بتعمل ايه. انت عارف ان كلمه enough يا باشا، enough دي ممكن نجيب قبلها وممكن نجيب بعدها. انا عايز تعرف ان انت لو هتجيب قبلها هتجيب صفه، عشان كده اقول لك it is good enough for you to buy. good enough معناها جيد بالقدر الكافي. رقم اتنين، رقم اتنين انت ممكن تجيب الفعل وبعدين كلمه enough، معناها انك انت فعلت شيئا ما بالقدر الكافي. فاقول لك على سبيل المثال you studied، انت ذاكرت enough يا معلم to enough you studied enough to pass the exam، انت ذكرت ما يمكنك من القدر الكافي، يعني اللي يمكنك من انك تنجح في الامتحان. يبقى انا عندك كده اتنين. الحته الثالثه كمان معانا يا صديقي الغالي، اللي هي ان انت ممكن تقول I don't مثلا، I don't eat، ده مثال تاني، يعني I don't eat enough، انا ما باكلش بالقدر الكافي، او انك تقول I don't eat enough food. طيب ارجع جملتك كده الجميله دي، الراجل بيقول لك انا مش بتدرب بالقدر الكافي عشان كده محتاج اروح الجيم مرات ومرات. فارس از سيت تو، اول ما بلمح تو يا مستر بعمل التوزيعه، هنا يا اما فعل في المصدر او بي باست بارتيسيبل، هاف تصريف ثالث، هاف بين تصريف ثالث على حسب المعنى. فارس يقال بان هو ايه 3 اوبوننتس لاست يير، بانه هزم. يبقى انا عايز تو هاف والباست بارتيسيبل يا عم الحاج، يبقى تو هاف بيتن اهي. عارف لو قلنا تو هاف بين بيتن معناها انه هو زي ما، مش هينفع اقول لك انه هزم ثلاث خصوم. طيب اي ويل تيك نوت شيرت زي ار جريت، انا هاخد ال ايه شيرت، شيرت زي ار جريت، بما انك انت ما قلتش شيرتس فمش هينفع تاخد بوث، لان بوث عايزه بعدها اسم جمع، وقول كذلك هنقول اول شيرتس. طيب انت قلت لي نيزر او ايزر هنا ينفعه، بس انت بتقول هما الاثنين حلوين وفظاع، فانا هاخد اي واحد منهم. طب افرض يا مستر الراجل قال لك في الجمله بقى على سبيل المثال اي ويل تيك، افترض يعني انك انت بتقول في الجمله او الراجل قال لك يعني في الجمله، مش انت اللي بتقول، الراجل قال لك اي ويل تيك، I'll take not shirt، وبعدين جه قال لك في الاخر they are both، هما الاثنين يعني bad، هما الاثنين مش حلوين، هما الاثنين سيئين، معنى كده انك هتقول I will take neither shirt، يعني انا مش هاخد لا ده ولا ده. طب انت عايز تقول انا هاخد اي واحد، يبقى either، وده اللي حصل في الجمله حضرتك دلوقتي. طيب بعد كده في رقم 13 مرام's phone is not newer than me، والله نيور دي صفة، صيغة مقارنة. حلو الكلام، تمام، انا استفيد بيها المعلومة ديت، استفيد ان الوت عايزة بعدها صفة مقارنة، ولس عايزة بعدها الصفة نفسها، وميني عايزة اسم يعد جمع، مور ممنوع نجيبها بعد صفة قصيرة. الاجابة كده اصبحت الوت وده ظرف درجة. طيب بعد كده 14 السيسي ستيتمنت، ايه السيسي ستيتمنت يا معلم؟ السيسي دي اللي هي جملة الموضوع، ولو قال لك ستيتمنت يبقى انت بتتكلم عن المقدمة على طول. تعال نشوف كده الجمل ديت واحدة بواحدة. is often repeated in every paragraph، بنكررها في كل باراجراف في المقال. لا حضرتك مش هتقضيها تكرار لنفس الموضوع في كل حته كده، يبقى تشيلها من الموضوع خالص. طيب tells the reader what they say is about، بتخبر القارئ الموضوع عن ايه. is not an important part، مش جزء مهم، امال هتكتب موضوع من غير ما تحدد لي هو عن ايه. is not an important
مش مهمه زي السبورتنج. لحضرتك السبورتنج دول اصلا بيكونوا داعمين للسيسس، بمعنى الموضوع بتاعنا بيحكي عن التلوث، فالسيسس كده هي التلوث. هتيجي بقى تقول لي مخاطر التلوث، مظاهر انتشار التلوث، فلاحظ ان السبورتنج سنتنسز اصلا مخلوقين من جسم الموضوع نفسه. اذا الاجابه الصحيحه كده تيلز ذا ريدر وات ذا اساي از اباوت. تعالى نقرا القطعتين دول وان شاء الله يكونوا لطفاء كده وحلوين. Global litter, القمامة على مستوى العالم, is an ongoing problem which many nations have to deal with. مشكلة انتشار القمامة في العالم واحدة من المشاكل التي لا بد أن يتعامل معها العالم أجمع. People can become injured by items such as broken glass and are susceptible. جيت تانية بركة susceptible دي خدناها في قطعة قبل كده اللي كانت معناها عرضة لي، لو أنت فاكر يعني. الناس بيقولوا عرضة للديزيز، الأمراض caused by unsanitary conditions اللي بتكون الأمراض اللي بتنتشر بسبب الأحوال الغير صحية. Animals are at risk to ingest garbage and become trapped and debilitated by waste. بيقول لك الحيوانات ذات نفسها بتكون are at risk، يعني في مخاطر أو معرضة لخطر، to ingest إن هي تبتلع، يعني جاي من كلمة ingestive، لا ده الثانية اسمها digestive اللي هو النظام الهضمي يعني. المهم to ingest ان هي تبتلع الزبالة وتصبح وقت تقع في فخ ان هي تصبح يعني تخس يعني كده by waste بسبب القمامة. طبعا كلمة debilitate ديت معناها يضع يصبح مضعفا يعني. The environment becomes threatened، البيئة بتصبح مهددة. When litter invades natural habitats and when toxic chemicals from items such as plastic seep into soil and ground and ground water. انا بقول لك ايه في الحته ديت، البيئه يا باشا بتصبح مهدده عندما الزباله تغزو، انفيد يعني يغزو المساكن الطبيعيه، ولما المواد الكيميائيه السامه زي مثلا البلاستيك بسيب تتسرب انتو السويل. سيب دي زي كلمه ليك اللي عندنا في منهج كده، واحفظها ممكن تيجي في الامتحان ولا حاجه. ليك اللي معناها يتسرب، بتتسرب في الجراوند ووتر، المياه الجوفيه. It takes a long time for litter to break down، الموضوع بياخد فتره طويله للزباله لما تتحلل. An item that is commonly irresponsibly disposed of، في واحد من الحاجات اللي احنا من الصعب ان احنا نعرف نتخلص منها اللي هو البلاستيك بوتل، اللي هي الزجاجات البلاستيكيه. Can take up to 450 years to degrade، ولكن الازازه البلاستيك دي ممكن تقعد اكتر من 450 سنه عشان تتحلل. Not too far behind an aluminium can take can يعني علبة الالومنيوم takes بتستغرق an average of، خد بالك كلمة can كده يعني بوتل يعني زجاجة، يعني ممكن تاخد اكتر من 80 ل 200 سنة عشان تحلل. تمام. These are just two، دول مثالين بس اللي هي علبة الصفيح والازازة البلاستيك، دول بس حاجتين اتنين من الاشياء الكثيره اللي تسبب الضرر if they are not responsibly disposed، لو احنا لما نتخلص منهم بشكل معقول او بشكل عقلاني. Fortunately لحسن الحظ there are a number of possible solutions which could lead to a permanent reduction in the waste that has increased worldwide. بقول لك ان من حسن الحظ في كثير من الحلول اللي احنا ممكن نعملها يعني عشان تحل المشكله دي على مستوى العالم. One way would be to encourage companies to use biodegradable packaging for their products. بقول لك واحد من الحلول دي ممكن يكون ان احنا نستخدم البايوديجريدد باكجينج اللي هو البلاستيك اللي ممكن يعاد يحلل يعني بشكل سريع. بايوديجريدابل ايتمز، الاشياء اللي بيتم تحليلها بشكل بيولوجي ديكومبوز، بيتحلل بشكل طبيعي ناتشرالي، اند ذيرفور ذي دو نوت اد تو ذا بروبلم اوف ليتر، عشان كده ما بيضيفوش لمشكله الزباله. انذر وود بي تو سيف اولد ميتال، الحاجه الثانيه اللي بعد كده ممكن تكون ان احنا نحفظ الاشياء المعدنيه القديمه in order to put it further use، عشان نستخدمها مره ثانيه، ان احنا نعيد استخدامها يعني. As a result، وكنتيجه لذلك، all discarded metal، كل المعادن المهمله اللي احنا مش بنحتاجها such as vehicles water tools and يعني الاشياء بتاعه المياه بتاعه المركبات and machine والالات بيستس بتزعج او المشين بيستس اللي هي القطع الالات يعني could be melted down، ممكن نعملها اعاده صهر ونستخدمها تاني مره عشان نعمل منتجات منها. The most effective method، افضل طريقه فعاله of reducing litter، في تقليل الزباله however، بالنسبه لذلك ولكن برغم من ذلك يعني، is to educate people to recycle their household waste، ان احنا نعلم الناس ان هم يعيدوا تصنيع الاشياء بتاعتهم اللي في المنزل مره تانية.
In fact, the schemes such as paper, الحاجات اللي زي الورق والزجاجات and aluminium can, والعلب الصفيح الألومنيوم have all been successful in reducing litter in many countries. أصبحت ناجحة في تقليل الزبالة في كثير من الدول. تعالى بقى يا معلم نشوف القطعة كده سؤال بسؤال. أول سؤال: As used in paragraph 1, the underlined word can. Can قلنا معناها علبة صفيح. علبة يعني معناها an ability قدرة ولا container عبوة ولا possibility احتمالية ولا result نتيجة. لا كان هنا معناها container عشان معناها علبة. السؤال الثاني يا باشا، الراجل بيقول لك according to the passage، وفقا للقطعة، the waste problem is not، مشكلة الزبالة مش decomposed، مش بتتحلل ولا مش مستمرة ولا مش مؤقتة. هي مش مؤقتة، هي مشكلة دائمة، لأنه قال لك في أول القطعة اللي قال لك إن هي ongoing problem. Based on information in the passage, the most serious problem with litter is that، بيقول لك وفقا للقطعة أكتر مشكلة بتواجهنا في الزبالة إنها ما بتتحللش أو بتتحلل ببطء. It breaks down very slowly، بتتحلل ببطء جدا. It breaks down in a short time، بيتحلل في وقت قصير. ما هو لو بيحصل كده مش هنخلص منها بسرعة. It can be disposed of، ممكن نتخلص منها. لو ما هو لو ممكن نتخلص منها يعني هتختفي ملهاش مشكلة. It has solutions، لها حلول. لا، وقال لك في القطعة ان اكتر مشكلة بتواجهنا مع الزبالة ان هي بتتحلل ببطء شديد. The best thing people can do to help solve the problem of litter، اكتر حاجة ممكن الناس تعملها عشان تحل المشكلة ديت هي ايه؟ تعالى نمسك كده واحدة بواحدة. They can break litter down، يعني هما ممكن يحللوا الزبالة. ما قال لك ما تحللش يا باشا. They can degrade litter، يعني حلوها برضو. لا، They can recycle waste products، ايوه هي ديت، ممكن يعيدوا تصنيع الاشياء اللي هي ملهاش لازمه عندهم. لكن انا زي كان ديسبوز ليتر ايفري وير، يتخلصوا من الزباله في كل مكان. ما هو في حاجات في الزباله مش عارفين نتخلص منها. يبقى الاجابه كده رقم سي. طيب السؤال رقم 19، ذا وورد انجست، قلنا انجست معناها يبتلع، يعني بتساوي كلمه سوالو يبتلع برضو. لكن انالايز يحلل، وايدن يعني يوسع، واستيميت يعني يقدر، لكن سوالو يبتلع. كان في سفينه اسمها ذا سوالو، انت خدتها في ثانيه ثانوي ايام ما كنت بتاخد قصه جالفر تويست. لا مش انتو. This passage is mainly about، القطعه دي بتحكي عن ايه؟ The problem of littering، مشكله الزباله، انقاذ المعادن ولا استخدام الالومنيوم ولا جمع الزباله. لا اكيد الراجل بيتكلم عن مشكله الزباله، مشكله littering، القمامه في المجتمع، في الجامعات كلها. طيب الراجل بعد كده في رقم 21 بيقول لك according to this text، وفقا للنص، how is litter very dangerous for people، ازاي القمامه دي خطيره على الناس. People can become injured and are susceptible to disease، الناس بيكونوا بيتعوروا بيصابوا وبيكونوا هم اكثر عرضه للامراض. ايوه يا باشا صح. It's not easy to get rid of litter، صعب او مش سهل، ليس من السهل نتخلص من القمامه دي. ايوه صح، معلومه صحيحه، ولكن الراجل قال لك ازاي الزباله بتكون خطيره للبني ادمين. قال لك ان مش سهل ان احنا نتخلص منها. لا، هو المشكله اللي هو قالها بالنسبه للبشر، للناس ان هي ممكن تكون مضره بالنسبه لهم وتسبب لهم امراض، لكن الباقي رقم بي دي ممكن للبيئه مثلا على سبيل المثال. difficulty breathing، people have headaches when they're litter. ماشي. الريزن ذات بايو ديجريدد ايتمز دونت اد تو ذا بروبلم اوف litter، مش بقول لك ان موضوع ان البايو ديجريدد اللي هي المواد المعالجه كيميائيا ديت اللي ممكن تتحلل، بقول لك انها ما بتاديش الى مشاكل في البيئه. بسبب ايه بقى؟ ان هم زي ديسابير، ان زي بيختفوا في الهواء، ما قاليش بيختفوا في الهواء. زي ديكومبوز نيتشر اللي بتحلله بشكل طبيعي. لكن مشكله الحاجات التانية اللي كانت بتتكلم عنها ان في حاجات بتاخد من 80 ل 200 سنه عشان تتحلل، وحاجات بتاخد 240 سنه عشان تتحلل، لكن الحاجات دي تتحلل بسهوله. القطعه التانية يا سيدي، كان ماني ميك يو سكسسفول، هل المال ان يجعل منك شخصا ناجحا؟ موست بيبل سيم تو ثينك سو، الكثير من الناس يعتقدون ذلك. بات ثينك اجين، لكن فكر ثانيه. It depends on your definition of success. الموضوع بيتوقف على تعريفك للنجاح. Some of the richest people in the world are far from successful. بيقول لك ناس كتير جدا من الناس الأغنياء على مستوى العالم مش ناجحين. There is no argument that money brings with it many opportunities. ليس هناك argument يعني دليل على أن المال يجلب الفرص الكثيرة. That may otherwise التي ربما be unrealized، التي لا يمكن أن تدرك. Money can buy opportunities. المال ممكن يشتري فرص ويشتري مواد خام، لكن الفلوس عمرها ما تكون الحل الوحيد. لورا was born in Africa، لورا اتولدت في افريقيا. In the poorest of countries، في مكان من افقر الدول. She was without adequate، لم يكن عندها adequate، عشان كده بقول لكم يا جدعان احفظوا القطع، احفظوا كلمات القطع. adequate ده معناها كافي، زي كلمة enough بالظبط نفس المعنى.
يبقى عندك كده انف واديكت. المهم بقول لك ان البنت اللي اسمها لورا ديت كانت مولوده او عايشه من غير نيوتريشن التغذيه الكافيه اند كير فور موست اوف ذا تشايلد هير تشايلد هود، ومن غير رعايه لمعظم طفولتها. في عمر 16 سنه شي ووز ديتيرمايند، كانت مصممه ان هي تو ستاي ان سكول، انها تفضل في المدرسه في التعليم. although most of the other girls her age were leaving to marry or to help provide for their families. كانوا معظم بنات جيلها كانوا بيسيبوا التعليم علشان يتجوزوا او عشان يساعدوا their families، اسرهم، اسر البنات، عايد على الجيرلز. The girls were just not encouraged to get an education. البنات ما كانتش بتشجعوا ان هم ياخدوا التعليم. But Laura worked at school during the day. لكنها كانت بتشتغل طول النهار في المدرسة او بتروح المدرسة طول النهار في المدرسة. And in the fields at night. وبالليل تشتغل في الحقول. By the moonlight. عندما يقترب الليل، يعني لما النهار الليل القمر يطلع. She would pick crops that were often devastated with drought and pests. كانت بتشتغل طول الليل بقى في جمع المحاصيل اللي كان بيدمرها الفيضان. او with drought الجفاف. المحاصيل التي دمرها الجفاف والبستس الحشرات. All of this hard work، كل العمل الجاد ده paid off، آتى ثماره. When Laura turned 17، لما كان عندها 17 سنة، a traveling professor، واحد من الأساتذة المسافرين اللي كان جاي من England، noticed her hard work، لاحظ عملها الجاد and skill، ولاحظ مهاراتها. بنت ديت عندها مهارة وعندها اجتهاد. He was amazed with her intellect، كان منبهر جدا بذهنها بعقلها. This professor invited her to attend one of the most prestigious universities in England. عزمها أو دعاها إنها تروح تتعلم في واحدة من أكتر الجامعات اللي فيها برستيج ومكانة يعني في إنجلترا. Since that time، ومن يومها Laura has become a distinguished professor، ومن يومها بقت هي أستاذة مشهورة ومعروفة. Luck، حظ، you may say، أنت ممكن تقول إن ده الحظ، لكن Laura would probably disagree with you، لكن Laura لا تتفق معك. She would say that her hard work and dedication got her where she is today. العمل الجاد والإصرار والعزيمة والتكريس هم سبب في ما وصلت إليه الآن. إيه من دول يا باشا؟ Describe the author of the passage. إيه من دول بيوصف مؤلف القطعة اللي قدامك ديت؟ Pessimistic، متشائم وعدواني، ولا Desperate and hopeless، فاقد الأمل ومحبط، Frustrated، محبط وديموندينج، عنده مطالب ملاش لازمة، Encouraging and motivational، يعني شخص مشجع ومحفز. القطعة أو السؤال الثاني، according to the passage، إيه من دول مش صح؟ money brings with many opportunities، الفلوس بتجيب فرص. أيوة قال كده، قال لك ما بتجيبش سعادة لكنها بتجيب فرص وماتيريالز. girls were not encouraged to get an education، البنات ما كانوش بيتشجعوا إن هم يروحوا مدارس في الماضي. أيوة فعلا كلهم كانوا بيطلعوا يتجوزوا. money is the only key to success، الفلوس هي المفتاح الوحيد للنجاح، ما قالش كده، ده هو قال في القطعة نصا ان النقود ممكن تجلب لك الفرص وتجلب لك المواد الخام، لكنها ابدا ليست سببا لجلب النجاح. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 25، الراجل بيقول في 25 what is meant by the word distinguished. distinguished معناها ايه؟ distinguished يعني مميز. هل هي معناها out معناها annoying مزعج، ولا different مختلف، ولا disapproving يعني غير مستحسن يعني رافض يعني outstanding. ما انا قلت لك اصلا قسما بالله في الوحده الاولى واحنا بنحلها. disgusting disgusted معناها distinguished sorry distinguished مميز، outstanding مميز، remarkable مميز. الناس دي كلهم كانوا عندنا في المنهج وخدناهم. ارجع ان شئت للوحده الاولى في كتاب A1 هتشوفني وانا بقولها. we understand from the text that hard work and dedication، نفهم من النص ده ان العمل الجاد وتكريس الجهد بلهم more important than money، اهم من الفلوس. ايوه فعلا. mean nothing، ليس لهم اي قيمه، ولا قل ما يساعده، ولا بيميزه فقط الناس الفقراء. لا يا باشا، ده الفلوس ده الاصرار والعزيمه are more important than money، اكثر اهميه من المال. in the poor countries of africa، في الدول الفقيره في افريقيا، girls leave school، البنات بيسيبوا المدارس ليه؟ قال لنا في القطعه عشان يساعدوا او عشان يتجوزوا. as they are not interested، مش مهتمين بالتعليم. لا ده هم عايزين يتعلموا، نفسهم يتعلموا. as school subjects are too hard، المواد الدراسيه صعبه، ما جابش سيره حاجه زي كده. they prefer marriage، بيفضلوا الزواج عن التعليم. لا هو ما قالش بيفضلوا، هم قال لك بيتجوزوا عشان يساعدوا اسرهم. طيب الجمله الاخيره بقى to provide for their families، هو قال دي نصا to provide for their families. وفقا للقطعه children in poor countries، الاطفال في الدول الفقيره مالهم؟ always get good nutrition، يا باشا ده قال لك البنت اسمها لورا كانت بتعاني من التغذيه السيئه. want to become rich، دايما عايزين يبقوا اغنياء، بل لك بيشتغل 24 ساعه اغنياء. يبقى are not well looked after، لا يهتموا بهم. can easily join university، ممكن يدخلوا الجامعه بسهوله. لا ده هم
not well looked after، لا يعتنى بهم بشكل كامل. اقرب عكس الكلمه اللي بتاعتها خط كلمه adequate اللي معناها محلو كافي. هو عايز ايه بقى؟ عايز عكس الكافي، عكسه الغير كافي. الكافي اصلا يعني adequate و enough اللي احنا عارفينها اصلا وحافظينها، والكلمه اللي بعد كده كلمه sufficient خدناها لما كنا بنقول سيلف sufficiency الكفاءه، الكفايه الذاتيه، او سيلف efficiency الكفاءه الذاتيه. المهم فانا بقول لك هنا الكافي اللي هو sufficient عكسه insufficient، لكن unimportant يعني غير مهم، tremendous يعني هائل، وeffective يعني فعال. الكلمه تحتها خط كلمه زي، قلنا بتشير للبنات لجيرلز، يبقى دي جيرلز يا باشا. بعد كده خلصنا دي، ندخل على الترجمه. الثقه بالنفس هي امر يتاثر بعوامل مثل التنشئه وبيئه العمل. الاعتماد على النفس، هنا الاعتماد على النفس وهنا الثقه بالنفس. تعال نشوف كده، سيلف كونفيدنس الثقه بالنفس، يبقى الاعتماد ده طلع بره. طيب هي امر يتاثر بعوامل مثل التنشئه وبيئه العمل، وكل الناس زيهم زي بعض. تعتبر الثقه بالنفس من اكثر محفزات السلوك تاثيرا في حياه الناس اليوميه. تعال نشوف دي كده، تعتبر الثقه بالنفس من اكثر محفزات العمل، مش العمل، هو قال السلوك هنا. تعال نشوف كده، سيلف كونفيدنس كونسيدر وان اوف ذا موست انفلوينشال موتيفيتورز، محفزات البيهيفير السلوك، يبقى اللي فيها السلوك صح، اللي فيها العمل طلع بره. من اكثر محفزات السلوك تاثيرا في حياه الناس العاديه ولا اليوميه؟ ايفري دي اليوميه، ارمي دي بره، يبقى دي بره بره، والاولى ودي بره، يبقى الاجابه كده رقم ايه اللي صح؟ طيب السؤال الثاني يا عم، بالرغم من الدور المحوري الذي تلعبه التنميه الصناعيه في نمو الانشطه الاقتصاديه المختلفه، بالاضافه الى هنا، بالاضافه هنا بالرغم. تعال نشوف الجمله الاصليه، قال لك ايه؟ قال لك ان اديشن تو بالاضافه الى، فاللي فيها بالرغم دي تطلع بره. طيب بالاضافه الى الدور المحوري الذي تلعبه التنميه الصناعيه، وهنا الزراعيه، قال لك هنا اندستريال الصناعيه، يبقى الزراعيه تطلع بره، في نمو الانشطه الاقتصاديه المختلفه، فهي ايضا المحرك الرئيسي في دعم القدرات التصديريه لمصر وزياده الاعتماد على الواردات وتقليل الاعتماد على الواردات. تعال نشوف كده تقليل زياده، قال لك هنا the main support Egypt's export capability capacity او capacity اللي هي الاستيعاب يعني، واكسبورت التصدير، reducing dependence تقليل الاعتماد على الواردات، يبقى اللي فيها الواردات دي اللي صح، يبقى الاجابه كده تقليل، قال لك ايه؟ قال لك reducing تقليل الاعتماد على الواردات، هنا قال لك وزياده الاعتماد على الواردات، لا ما قالكش زياده، قال لك تقليل، يبقى زياده دي بره، يبقى الاجابه رقم سي اللي صح. السؤال اللي بعد كده يا عم، A recent report issued by the United Nations Refugee Agency mentioned that more than 3,000 migrants died or went missing while trying to arrive Europe by sea. Arrive يعني يصل، المفروض تبقى arrive at أو arrive in، ما جابش لا at ولا in، المفروض تبقى arrive in Europe عموما، يبقى دي بره يا معلم باظت. طب الثاني، A recent report issued by the United Nations Refugee Agency mentioned that more than migrants died or went missing while trying to reach، صح مظبوطه، يوروب اون سي، هم يوصلوا اوروبا بره بال عن طريق البحر اللي اسمها بحرا، يبقى باي سي، هنا عامل اون، ارمي في الشارع. باقي معايا رقم سي ودي، A recent report issued by the United Nations Refugee Agency mentions that more than 3,000 migrants died or went missing. جو ميسنج يعني يضيع، لكن انا عاملها ميسد، يبقى الاجابه كده رقم سي اللي صح. خد بالك جو ميسنج يعني يضل طريقه او يضيع. السؤال الاخير بقى، الراجل بيقول لك هنا نيوكلير باور بلانتس اللي هي محطات الطاقه النوويه ار جوفرند باي ستريكت ريجوليشن ديزاين تو بروتكت اول تو بروتكت ات اول تايمز بيبل اند ذا انفايرمنت following the necessary safety procedures will help avoid any possible accident. حلو، nuclear power plants are governed by easy لا مش سهل، وقال strict في مره وايزي مره، صارمه، يبقى strict اللي صح. طب اللي بعدها، are governed by strict regulations designed to protect at all times people and the environment following the necessary safety procedures will help cause هيسبب في تسبيب، لا ده هو قال لك تجنب، قال لك اهو السلامه يساعد على التجنب، لكن كوز دي بر، اطلع بره يا عم. نيوكلير باور بلانتس كواكب، احنا بنتكلم على على محطات، يبقى دي غلط غلط غلط، يبقى الاجابه كده رقم ايه اللي صح. خلصت الترجمه، ادخل بعد كده على السؤال 35 و36 القصه، وتعال نشوف اول سؤال. بقول لك ات ذا اند اوف ذا ستوري بيب ديسكفرد سمثينج فيري ان اكسبكتد اباوت استيلز فاميلي، ديسكاس اكسبلينينج هاو ذيس ديسكفري
is very important to Bib. بص يا معلم، في نهاية القصة بيب اكتشف حاجة غريبة جدا فيما يتعلق باستلا. هنروح قايلين في الآخر كده، هنروح قايل له باي ذا إند، باي ذا إند أوف ذا ستوري، بنهاية يا عم القصة بيب اكتشف أن، يبقى بيب discovered that، اكتشف أن مولي، إن مولي هي أم استلا، مولي is استلا's mother، وإن ماجويتش أبوها، and ماجويتش is هير داد. حلو الكلام. وماجوتش ابوها. الراجل بقى اسالك سؤال هنا، قال لك ايه؟ قال لك اكسبلين هاو ذيس ديسكفري از فيري امبورتنت تو بيب. طيب ذيس ديسكفري، ذيس ديسكفري، ديسكفري از امبورتنت، الاكتشاف ده هو مهم، از بيب، لان بيب ثوت، كان يعتقد الاول يعني بيب ثوت ذات استلا، استلا اعتقد في البداية ان استلا was او comes from a high class family، ان استلا جاية من عيلة، من اسرة high class، يعني اسرة عالية جدا يعني، لكن الطبيعة ان استلا but he found her origins too much بور، لكن اكتشف ان اصولها اصلا فقيره جدا. اللي انا قلته تاني كده، انا قلت لك بنهايه القصه بيب اكتشف ان مولي هي ام استلا، وان مايستر ماجوتش ابوها. الاكتشاف ده مهم لان بيب كان بيعتقد ان استلا من اسره غنيه، لكنه طلعت من اسره فقيره، ومننا وعلينا وزينا. Why do you think that Bib always thought that his benefactor was Havisham؟ ليه بيب كان دايما بيعتقد ان الوصي هو هافيشام؟ How do you think he felt when he discovered that Magwitch was his benefactor؟ بداية بس السؤال النص الاولاني، ليه بيب دايما كان بيعتقد ان ميس هافيشام his benefactor؟ اولا هنقول she treated him well at first. تمام. رقم اتنين، she paid for، يعني دفعت فلوس علشان خاطر his apprenticeship، دفعت فلوس لتدريبه. رقم ثلاثة، his teacher المعلم بتاع بيب was Matthew Bucket one of her relatives. يعني ايه الكلام اللي انا كتبته لحد دلوقتي؟ ركز معايا لما اقول لك اللي انا كتبته ده ايه كده. انا قلت لك ان هي عملته الاول معاملة كويسة، وهي دفعت فلوس لتدريب بيب، لما دفعت فلوس لمستر جو، وهز تيتشر مدرسه كان مستر ماثيو بوكيت. حاجه كمان يا معلم، بيب ثوت، يعني بيب كان بيعتقد هافيشام wanted him to marry استلا، wanted بيب يعني to marry استلا، استلا. حلو الكلام. طيب الحته الاهم من ده كله بقى عايزك تعرفها، اللي هو النص الاخير ده، اللي الراجل بيسألك بيقول لك كيف تعتقد ان هو حس لما اكتشف ان ماجوتش هيز بنفاكتور. اكتب بقى كده اقول له عندما اكتشف، when بيب، لما بيب النيو عرف ذات ماجوتش، ان ماجوتش ووز هيز بنفاكتور، بي ني فاكتور، بيب felt ashamed وفي نفس الوقت كمان and frustrated حس ان هو محبط وكمان خجلان. خلصنا كده الامتحان ده الحمد لله. النهارده هنكمل 46 و47 عشان يبقى معانا 3 ان شاء الله، وان شاء الله هحاول اكملهم كلهم النهارده كمان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.